نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبرحب بالزميل العزيز كريم سعيد. مساء الخير يا كريم. ازيك يا كابتن ايمن؟ مساء الخير لكل متابعي قناه النادي الاهلي. منورني يا حبيبي. خلينا قبل ما نتكلم نقول تشكيل النادي الاهلي النهارده، وده تقريبا التشكيل المتوقع. طبعا محمد الشناوي لحراسه المرمى، محمد هاني ظهير ايمن، علي معلول ظهير ايسر، وقلبي الدفاع رامي ربيعه وياسر ابراهيم. ثلاثي خط الوسط مروان عطيه، امام عاشور، اليو ديانج، وثلاثي المقدمه حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود كهربا. كل التوفيق للنادي الاهلي النهارده لتحقيق الفوز. اتفضل يا كريم. طبعا كابتن ايمن، النهارده النادي الاهلي بيلعب يانج افريكانز، ومواجهه ممكن ما تكونش يعني اتكررت بقى فتره. ويانج احنا متعودين لما تروح تنزانيا بنلعب سيمبا، يعني اتعودت في السنوات الاخيره اسم الاكبر نادي في تنزانيا هو سيمبا. بالظبط. النهارده احنا هنلاعب يانج افريكانز، وعايز ابدا ب طبعا المواجهات ما بيننا بين الاهلي ويانج افريكانز من 2009. وطبعا الغلبه كنا قبل كده كمان، كان في طبعا زي انا لعبت 88 ضدهم. طب بالظبط، وفي 82 كمان لعبناه في 82. انا بقول ان طبعا يانج افريكانز مواجهتنا معاهم في السنوات الاخيره طبعا الاغلبيه للنادي الاهلي هو بس مجرد هزيمه واحده في 2014، بقيه النتائج كلها 2016 النادي الاهلي في تعادل، وفي 2009 النادي الاهلي قدر ان هو يكسب ذهابا وايابا. طيب ببساطة يانج افريكانز لعب في الجولة الأولى قدام شباب الوزداد في الجزائر، وأنا في مخيلتي أي حد هيسمع النتيجة شباب الوزداد كسب 3-0 مباراة من جانب على واحد. فكرة أنا شفت الماتش. المباراة لا تعبر، نتيجة المباراة لا تعبر عن سرها بصراحة. يعني برافو كابتن. بالظبط يعني على الماتش الأربع كور اللي جم دخل منهم ثلاثة. بالظبط. ولكن المستحوذ المسيطر كان يانج افريكانز. وتوقيتات الأهداف. صعبة جدا. اول 10 دقائق هدف من ضربه ثابته، هدف في الوقت البدل الضايع من الشوط الاول، وهدف في الوقت البدل الضايع من الشوط الثاني. صح. بقيه المباراه كلها وان سايد جيم ليانج افريكانز. تعالى يا كابتن ايمن نستعرض الارقام. طبعا احنا ما عندناش رايتس للماتيريال، لكن معانا الارقام وندي فكره للناس عن الفريق اللي احنا هنواجهه النهارده. صحيح. وطبعا الفريق يكون بيلعب على ارضه هيبقى اشرس لما بيلعب خارج ارضه. لو ممكن نجيب ارقام ماتش يانج افريكانز وشباب بالوزداد ونشوف قد ايه فعلا زي ما كابتن ايمن قال النتيجه كانت لا تعبر عن سير المباراه باي شكل كان. نبدا بالاستحواذ. احنا النهارده يا جماعه هنلاعب فريق يعني بيحب الاستحواذ. صح. جاموندي المدير الفني الارجنتيني وهو له خبره كبيره جدا جدا، هو بس هو مدير فني لفريق يانج افريكانز وله خبره كبيره كابتن ايمن في افريقيا ومسك فرق كتيره، بيحب يمسك الكوره. النهارده بنتكلم فريق بيلاعب بطل الجزائر في الجزائر، عامل عليه استحواذ 58% مقابل 42%. وحاجه غريبه كمان اسلوب اللعب كمان، خلي بالك. نعم. بيبدا اللعب من تحت. بالظبط. ما بيعملش التشتيت ولا الكرات الطوليه خالص. ومش قلقان. في جمهور مش جمهور. بالزبط. انا هلعب بستايل لعبي اللي انا بحبه. واكد كلام حضرتك، المحاولات على المرمى. تخيل مباراة خلصت 3-0 شباب الوزداد، المحاولات على المرمى ليانج افريكانز 11 وشباب الوزداد 10. صحيح. التصويبات على المرمى 4 ليانج افريكانز 3 لشباب الوزداد. حتى عندي بقى هنا رقم فعلا غريب جدا، رقم غريب جدا. التصديات للحارس، حارس بالوزداد شال 4 اهداف مؤكده. صحيح. ليانج افريكانز، في حين ان الثلاث كرات دخلت. ايوه. وده دفاع سيء جدا. ونكمل طبعا للباسز للتمريرات، نشوف ان 571 تمريره ليانج افريكانز مقابل 421 لشباب الوزداد، وقدروا هم ينجحوا ان هم يعملوا من 571 459 تمريره صحيحه مقابل 319. فده يدينا فكره يا كابتن ايمن عن عقليه الفريق اللي احنا هنلعبه. صحيح. النهارده، وفريق يسعى للاستحواذ وفريق بيلعب بشكل مميز في نص الملعب. طيب نثبت برضو الكلام ده ان احنا نروح نشوف طريقه لعب يانج افريكانز. لو ممكن نجيب الصوره اللي بتوضح طريقه اللعب اللي لعب بيها جاموندي في الجزائر، بنشوف ان هو بيعتمد على طريقه اقرب الى 4-2-3-1. مثبت لعيب رقم 6 قدام 2 مساكين اللي هو يحيى، وبيلعب بيه اتشو، ده بيلعب رقم 8 بيكمل لقدام، ولعب متوازن جدا. ونقطه عندهم نقطه حلوه قوي يا كابتن ايمن، بيعمل التسلل او مصيده التسلل بيعملها من يعني قدام منطقه الجزاء شويه، فبيديك بيحطك في اختبار انك لازم تاخد قرار الهجوم بتاعك في ال 20 متر من نص الملعب لغايه منطقه الجزاء. هو مش سايب لك المساحه ان هو عامل زون ديفنس. ما نقدرش نقول ان يانج افريكانز من الفرق اللي بتعمل زون ديفنس، لا، مش كابتن طارق العشري مثلا. طيب. لكن هو بيقف متقدم شويه قدام منطقه الجزاء عشان يجبرك ان انت تاخد قرارك في الهجوم في الحته دي، وبيقعد يضغط عليك. وده شكل احنا هنشوفه النهارده، وهنشوف اعتقد مباراه
مش سهله خالص، ما حدش يتوقع ان الفريق يتغلب 3-0 في الجوله الاولى، ان احنا هنلعب فريق في المتناول، لا فريق صعب للغايه. واعتقد هيبقى عندنا شغل كتير قوي 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 طبعا بالتشكيل حضرتك تفضلت وقلته في معركه خط الوسط. صحيح، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، وان شاء الله تكون الارقام باذن الله بقى في صالح النادي الاهلي بعد المباراه باذن الله. شكرا جزيلا يا كريم.